ساعات الحسم وزيرو الخارجية والري يتوجهان للسودان لبحث تطورات أزمة سد النهضة. وهام جدا أخبار صار من الرئيس للشعب خلال أيام، ووردنا منذ قليل عضو اللجنة الفنية لسد النهضة يفجر مفاجأة حول عملية الملء وبيان عاجل من السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق داعشي مصري. ننشر لحضراتكم التفاصيل. وبيان عاجل من إثيوبيا عن سد النهضة، ننشر أيضا لحضراتكم التفاصيل. وصدمة تفاصيل قيام داعش باختطاف 5 أشخاص يعملون في مشروع حكومي كبير في سيناء. صلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها ووطنيين. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا، وهام جدا أخبار سارة من الرئيس للشعب خلال أيام. في مصادر قالت إن الرئيس السيسي مهتم بمتابعة الأخبار اليومية للأحوال المعيشية للمصريين وتنفيذ كل الخدمات اللازمة في أسرع وقت، وإن الرئيس السيسي بيتابع يوميا للتقارير بالتفاصيل الصغيرة والكبيرة، وهيعلن أخبار سارة للشعب المصري مع احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو. وكشف لينا الدكتور محمد معيط وزير المالية زيادة رواتب العاملين بالدولة، وأكد إن في إحصائيات علشان نقدر نحقق مستوى معيشي أفضل للمصريين. وأكد وزير المالية إن 28 مليار جنيه قيمة زيادة الموظفين في السنة المالية. المصدر معانا كان من جريدة الموجز، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. لو حضرتك جيت لجزء ده من الفيديو، يا ريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة. ويلا نخش على الخبر التالي. ننتقل لخبر آخر معانا، وساعات الحسم وزيرا الخارجية والري يتوجهان للخرطوم لبحث آخر تطورات أزمة سد النهضة. النهاردة توجه وزير الخارجية سامح شكري ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي للعاصمة السودانية الخرطوم في زيارة مهمة علشان يتكلموا في المشاكل المشتركة وأهمهم سد النهضة الإثيوبي. قالت وزارة الخارجية في بيان أن يلتقي وزير الخارجية والري بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، وهيعملوا جلسة مباحثات موسعة مع وزيري الخارجية والري السودانيين بمقر وزارة الخارجية السودانية. المصدر معانا كان من جريدة الموجز، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر معانا، ووردنا منذ قليل عضو اللجنة الفنية لسد النهضة يفجر مفاجأة حول عملية الملء. وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبي يوم الثلاث بيقول إن أثيوبيا ملتزمة إنها تلاقي حل علشان تنهي المشاكل الحدودية بين إثيوبيا والسودان. وفي كلامه مع السفيرة راشايل أومامو وزيرة خارجية جمهورية كينيا علشان تشوف العلاقات الاقتصادية بين البلدين، رضوان حسين أكد إن إثيوبيا بتحاول إنها تدور على حلول ترضي الطرفين وإنهاء مفاوضات سد النهضة. والوزير الإثيوبي قال إن التحقيقات المشتركة بين اللجنة الإثيوبية وحقوق الإنسان والأمم المتحدة، وقال إنه خد كل الإجراءات القانونية ضد كل اللي انتهك حقوق الإنسان بعد التحقيقات اللي عملتها اللجنة المختصة في إثيوبيا. طبعا يعني زي ما حضراتكم عارفين إن إثيوبيا يعني نظامها كاذب، فمفيش حاجة اسمها إنهم حاربوا من قام بانتهاك لحقوق الإنسان، هم من يحاربوا شعب تجري ويحاولون إبادته. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. المصدر معانا كان من صحيفة المصري اليوم. ننتقل لخبر آخر معانا، وبيان عاجل من السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق داعشي مصري. وزارة الداخلية السعودية نفذت حكم الإعدام على شخص مصري الجنسية قام بقتل جندي في الدوريات الأمنية في محافظة جدة وهو يصلي بأحد المساجد التابعة لأحد محطات الوقود بالمحافظة. قالت وزارة الداخلية السعودية إنها نفذت حكم الإعدام على أحد المصريين علشان نفذ عمل غدر وبدافع إرهابي، قام بقتل جندي سعودي وهو بيصلي صلاة الفجر، واستغل وجود الجندي لوحده داخل المصلى وقام بطعنه عدة طعنات واستشهد، وقام المجرم بالاعتراف وقامت الداخلية بالتحقيق معه واعترف بجريمته.
وقال إنه من ضمن تنظيم داعش الإرهابي، وأعدم الإرهابي لأنه عمل محرم وقام بالفساد في الأرض. المصدر معانا كان من صحيفة واس. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل لخبر آخر معانا، وبيان عاجل من إثيوبيا عن سد النهضة. وقال علاء الظواهري إن إثيوبيا ما قدرتش تنفذ الملء الأول بسبب مشاكل فنية في السد، وإن في شكوك إن إثيوبيا خزنت الكميات اللي أعلنوا عنها في الملء الثاني، وهي 13.5 مليار متر مكعب. وقال الظواهري سبب ده إن السد يواجه مشاكل فنية تخليهم ما يقدروش يخزنوا المياه علشان ميعاد الفيضان اقترب، وكمان لأن إثيوبيا ما قدرتش تكمل المنشآت اللازمة لتخزين المياه. وقال إن إثيوبيا ممكن تولد الكهرباء من توربينين بس، وده كمان لما يكون منسوب المياه منخفض، يعني السد ما عملش حاجة مختلفة ولا قادر إنه يعمل وظيفته، لأن توربينات السد مش محتاجة إن السد يكون مليان لأن منسوبه منخفض وليس مرتفع. وقال إن الوظيفة الوحيدة اللي يعملها السد هي تمرير المياه، وكأنه لم يكن موجود. المصدر معانا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل لخبر آخر معانا، وصدمة تفاصيل قيام داعش باختطاف 5 أشخاص يعملون في مشروع حكومي كبير في سيناء. في مسؤولين أمنيين قالوا إن داعش خطفت 5 أشخاص مصريين في الجزء الشمالي بسيناء، وكانوا 5 في طريقهم للشغل في بئر العبد الصغيرة، وهجموا عليهم داعش ووقفوا العربية وخطفوهم إلى مكان مجهول. وقال مسؤولين أمنيين إن 5 فيهم 3 مهندسين وعامل وسائق، وكلهم شغالين في مشروع قناة السلام اللي بينقل مياه الصرف بدلتا النيل علشان نقدر نستخدمها تاني. المصدر معنا كان من فرانس بريس، وأترك لحضراتكم التعليق، وإن شاء الله نسمع أخبار قريبة من الجيش المصري أو وزارة الداخلية إنه تم تصفية الدواعش وإعادة المصريين المختطفين بإذن الله. أتمنى هذا الخبر عن قريب. ننتقل لخبر آخر معنا وهام جدا، الأرصاد تحذر المواطنين في مصر من 48 ساعة. الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر قالت إن الطقس شديد الحرارة نهارا، وقالت إن درجة الحرارة المتوقعة ممكن توصل ل 38 درجة، والرياح تنشط جنوب مصر، وإن الجو هيكون شديد الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وهيكون مائل للحرارة على السواحل الغربية وحار على السواحل الشرقية، وتكون درجة الحرارة في القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21، ومطروح العظمى 28 والصغرى 21، وسوهاج العظمى 41 والصغرى 26، وقنا العظمى 42 والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 والصغرى 28. المصدر معانا كان من اليوم السابع، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ومعانا خبر تاني من ليبيا عاجل، تحرير 33 رهينة بينهم مصريون وسودانيون. تمكن جهاز البحث الجنائي بالجفرة وسط ليبيا من تحرير 33 رهينة مختطفين بأحد الأوكار بمدينة الشويرف، وذلك بعد تلقي الجهاز شكوى من أهالي المنطقة. جاء في بيان للجهاز أن البحث الجنائي في الجفرة أعد كافة الإجراءات ووضع خطة محكمة لتحرير الرهائن بالتعاون مع عدد من الوحدات العسكرية بالمنطقة. وأضاف بعد ساعات من تبادل إطلاق النار مع الخارجين عن القانون تم القبض على عدد منهم وتحرير الرهائن، والبالغ عددهم 33 مختطفا بالكامل، وهم من الجنسيات المصرية والسودانية والبنغالية. المصدر معنا كان من RT، وتحية طيبة ليعني أمن ليبيا الكريم. ننتقل لخبر آخر معنا وأخير، وتفاصيل بناء أكبر حديقة بالشرق الأوسط في قلب القاهرة بأمر من الرئيس السيسي. كشفت الحكومة المصرية عن تفاصيل بناء مشروع حديقة تلال الفسطاط الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، والتي ستقام على مساحة 500 فدان في موقع مركزي بقلب القاهرة التاريخية. الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمناقشة المشروع الذي سيقام على مساحة 500 فدان في موقع مركزي بقلب القاهرة التاريخية، لتحتضن متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص، ولتتكامل الحديقة مع الطبيعة الحضارية للمكان
ولتحدث نقلة بيئية نوعية كأكبر مساحة خضراء في قلب القاهرة، وستتضمن حديقة تلال الفسطاط عدد من الأنشطة التي تعتمد على أحياء التراث المصري عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة، فضلا عن مجموعة من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمات الفندقية والمسارح المكشوفة، بالإضافة إلى منطقة آثار وحفريات قديمة ومنطقة حدائق تراثية، كما تتوسطها هضبة كبيرة تتيح التواصل البصري الفريد مع أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين ومأذن القاهرة. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع حديقة تلال الفسطاط مع ضغط المخطط الزمني التنفيذي، وذلك بالنظر إلى قيمته المضافة متعددة الجوانب على جهود تطوير القاهرة الكبرى، ولتمثل الحديقة إطلالة على تاريخ مصر الخالد، لتصبح مقصدا سياحيا إقليميا وعالميا يعكس عراقة الحضارة المصرية، مع الاستمرار في هذا الإطار في تطوير الطرق والمحاور والمداخل الرئيسية المحيطة بموقع المشروع لاستيعاب حركة المواطنين والسياحة المتوقعة لموقع الحديقة. المصدر معنا كان من المصراوي، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، نتمنى إن شاء الله يعني المزيد والمزيد من المشروعات الجميلة اللي زي دي، وبإذن الله القادم أفضل.